مساء النور مشاهدي ومتتبعي قناة هبة بريس، وبالضبط حكاية رمضان مع ياسين الضميري في الحلقة ديال اليوم. والحكاية ديال اليوم غادي تكون هي واحد القصة، اللي واحد الأحداث اللي كنشوفوها بزاف في المجال القروي، وبالتالي اليوم غادي نستعمل هذه الكلمة ديال العربية بزاف. وما بغيتش الإخوان، بعض الإخوان يتقلقوا مني إلا استعملتها، لأنني ما غاديش نستعملها بالمفهوم القدحي ديالها وكيف غادي يعتبروها بعض الناس، ولكن فقط للدلالة على واحد صفة معينة كنقولوا البادية، ولكن في المصطلح الدارج المغربي كنقولوا العروبية بزاف، يعني العروبية للدلالة على المكان وماشي على شي حاجة أخرى، غير للتوضيح قبل ما نبداو القصة ديالنا. فكنعرفوا أنه في البوادي المغربية كيكون دائما هذوك المشاكل بين الأسر على الأراضي الفلاحية، وتيكون هذاك الحد أو الحدود ديال هذوك الأراضي الفلاحية كيكون مطار نقاش ومطار جدل بين مجموعة من الأسر. لا الحد ديالي الحد ديالك، فهادو كيكونوا دائما هاد المشاكل كيكونوا بزاف في العروبيات. القصة ديالهم كيف قلنا هي ديال واحد الأب اللي كانت عنده تقريبا واحد قطعة أرضية في العروبية في البادية، وهذاك الراجل كان كبير في السن وتوفى وخلى ليك الأرض لولاده، وحتى ولاده كانوا بداو كيكبروا في السن. الولد عنده تقريبا واحد 60 سنة، والولد الثاني تقريبا واحد 55 أو 54 سنة، وهاد الولاد حتى هما والدين، وولادهم راه كاين اللي كبار وتزوج، خصوصا كنعرفوا في البادية الشباب كيتزوجوا على سن صغيرة، راه 18 19 20 سنة كتلقى تزوج ولد. فلما توفى هاد السيد خلى هذيك الارض اللي كانت عنده، خلاها لولادو، هاد جوج ديال ولادو هما والولاد ديالهم، كيفلحوا فيها، تيديروا فيها الزراعات المعيشيه، كيزرعوا فيها القمح الشعير، كل واحد وشنو كيزرع فيها على حساب شنو بغا. فكانت العلاقه ديالهم مزيانه، هاد الجوج الخوت في الحياه ديال الوالد ديالهم، لا هما لا الوليدات ديالهم، كانوا كيتجمعوا في لا طب في طبله واحده، كياكلوا مع بعضياتهم، تيتلاقاو. لما مات الاب عزلو، كل واحد سكن بوحدو، جا هذا ابن هنايا وهذا ابن هنا، ولكن قراب ما بعدش بزاف، تقريبا في نفس القطعه الارضيه، غير كل واحد لما فرقوا ديك الارض قسموها، كل واحد جا حقه، كل واحد بنى في حقه وسكنوا فيها. المشاكل غادا تبدا بيناتهم بسبب كيف قلنا هاد الحدود اللي كتكون اللي كتفرق بين الارض والارض. فواحد النهار واحد في هذوك جوج الخوت في العشيه خارج كيدور كيتمشى في هذاك الحقل ديالو، فاذا به كيلقى، كنعرفوا في العروبيات هذوك الحد كيعلموهم غير بواحد الحجرات، هذوك الحجرات اللي كيعلموا بهم وكيرسموا بهم هذوك الحدود ديال الاراضي. فلقى ديك الحجره ما كايناش في بلاصتها، شنو غادي يدير؟ هزها عن حسن النيه، هزها وحطها في واحد البلاصه اخرى. لما حطها شي واحد من ولاد هذاك السيد الاخر شافو كيسحب ليه، راه حول هذاك الحد ديال الارض، جا كيتخاصم معاه، جا خوه حتى هو، حتى تقربك ليا، حتى اش باغي تسرق ليا ارضي وانا حي، حتى هادي تتخاصمو. وهنا غادي تبدا الخصومه دائما بيناتهم، وغتحول هذيك رابطه الاخوه العداء بيناتهم، ولاو ديما مخاصمين، العيالات مخاصمين مع بعضياتهم، العيالات اللي ما عندهم حتى لا ناقه ولا جمال في هذا الموضوع كامل، ولاو تما مخاصمين على اقل من هي حاجه، فلانه قالت فيا، تي قلتي فيا، تي فعلتي فيا، تي كذا، ولاو دائما مخاصمين. الدراري تقريبا حتى هما، وكي واحد والدي اربعه والاخر والد ثلاثه، ولاو حتى هما ديما مصادعين بيناتهم، نتوما كديو باغي نديو لنا حقنا، نتوما رزقنا، والله لا ديتو حنا باقيين حيين، والله لا كانت ليكم. الخوت حتى هما ولاو الخوت اللي موالي العقل، واللي المفروض يكونوا هما ناس الحكمه، ولاو حتى هما ديما مصادعين. صافي بقات المشاكل بيناتهم، بقات العداوه بيناتهم، غداو كتكبر، ديما مخاصمين. حتى واحد النهار واحد من دوك الخول جا عند خو، شوف الشريف، انت من اليوم ما خويا ما نخوك، كل شتي قارو، مرتك شتي قارة في دارها، ما تبقى تجي عند مرتي، ما تمشي عندها، كل وحده دارها، ما تجيش اسيدي عليا عند مرتي، ولادك يشدوا شي قارو مع ولادي، ما يهضروا معاهم، ما يوقروهم، يعطيهم اتساع، تاع ما تبغيتي شي حاجه راه من بعيد، ما تجي عندي ما نجي عندك. يقول الاخر انا الشيطان الخاوي حد الدنيا وفينا. لا سيدي، اللهم كل واحد يشتي قارو، ما قادين على مشاكل وصداع الراس، حنا تكبرنا ونديروا الضحك في راسنا، نوليو مخاصمين على والو، عباد الله ضحك علينا، اللهم سيدي كل واحد يشتي قارو. داكشي اللي كان، صافي كل واحد دخل سوق راسو، هادو مقابلين فلاحتهم، وهادو مقابلين فلاحتهم،
كل واحد عايش بحالاتو، عايش في حاله بخير وعلى خير، نقص شويه دوك المشاكل. واحد النهار فاق واحد من هاد الخوت جوج، وكنعرفوا الناس في الباديه كيفيقوا بكري، كيفيقوا في كيف كنقولوا في النبوري، فاق وخارج كيتمشى، كيبان ليه هذاك الاطراس وهذاك الاثر ديال هذاك الحد مبدل، ماشي هو في بلاصتو. او شتي كيفاش هذاك؟ ما جاش شي واحد في الليل بدل البلاصه ديال الحد، ولا اش تقريبا بعيد على البلاصه ديالو بشي متر و جوج متر و نص جوج متر وهكذاك، ما وصلش جوج متر، المهم واحد المسافه قليله تقريبا. ما عجبوش الحال، مشى كيجي عند ولده وقال ليه اجي تشوف هاد عمك اشنو داير، انا كذا، انا هذيك النهار قلت ليه وقرني يعطيني اتساع، يعلم الله واش هو ولا ولادو شو حولوا الحد. فولدو ما كانش من العاجزين، هز هذاك الحد حولوه ورجعوه لبلاصتو، البلاصه اللي هو كيظن انه كان فيها تقريبا شي جوج متر على ذاك المكان. فهذيك اللحظه دايس واحد من ولد الاخ الثاني كيشوفهم، لما شافهم مشى كيجري عند الشفار، باغي تشفرينا ارضنا، باغي ديرينا كذا، بدا كيتصادع هو وياه واحد اللقطه ويدفعوا هذاك الدري اللي جا دفع العم ديالو، عمو طاح، لما طاح في الارض مرتو دايزه بدات كتغوت، وناري قتلوا لي راجلي، وناري خرجوا لي على راجلي، وناري غير يتشموا لي يا ولادي، يتشموا لي يا ولادي، وهادي وكذا، ورجعوني الجالة. هذاك الغوت والصداع وهذا خلى ولادو، ولادو كانوا في الدار، كاين اللي كان ناعس كاين اللي فايق، خلى ولادو فايقين ما عارفين والو، خرجوا كيلقاو باهم طايح ما فاهمين حتى شي حاجه، حدا الدري الاخر واحد ولد، ولد هاد السيد اللي طايح الولد الكبير ديالو، خرج كيلقى باه طايح ما بدون شعور بدون وعي، مشى كيجري هز داك المنجل، المنجل اللي كنعرفو في البادية هو اللي كيحصدو به الزرع، كيكون واحد الآلة حادة، هز داك المنجل جاي كيجري، كيبان ليه باه طايح كيتركل في الأرض ما عارف مالو، بان ليه ولد عمو واقف حداه، باش جاي باش كيضرب ولد عمو، ضربو الضربة الأولى هنا في الإيد، قطع ليه الاعصاب ديال الايد، عاود ضربو ضربه اخرى هنايا في السميشو، الدري مع ضربو طاح في البلاصه، طاح مات لانه كانت الضربه قويه، وداك المنجل كان ماضي بزاف، بدا الغوات خرجوا خوت الاخر داك اللي مضروب، جا واحد فيهم مع جاي كيبان ليه خو كله دمايات في الارض، هز حتى هو واحد الحجره كبيره، شيرها شير بها على الدري اللي كان هاز المنجل، خوى عليها، جات في الراس ديال الراجل اللي كان طايح في الارض، ما عوداتهاش مع طاح حتى هو توفى في البلاصه. ولو عندنا جوج ميتين، الاخ وولد خوه، كبرات القضيه، ترونات، خرج كل شيء، عيالات مضاربين بيناتهم، الدراري مضاربين بيناتهم، كل شيء مضارب مع كل شيء، ما بقاو عارفوا شكون مضارب مع شكون، الحجار، الزراوط اللي لقاوها، كيعرفوا الناس العروبيات يكونوا دوك الادوات الفلاحيه غير مليوحين في ديك الساحه اللي تتكون قدام الدار، اللي هز عتله، اللي هز فاس، اللي هز باله، اللي هز حديده، اللي هز سلسله، كل شيء ولا مضارب، ترونات القاضيه ولا كل شيء دنايات، قايد وصلاتو المقدم، وصلاتو الخبر، عفوا عيط القايد، عيطوا للجدارميه، جاو الجدارميه، شحال قدهم يشدوا، كل شيء مضارب، الجيران تا هما جاو بداو يفكو، كاين اللي جات فيه شي دقه ولا يفك، كان جات فيه العصا تا هو ولا مضارب تا هو، ومترونات تما ولات بحال شي حرب بيناتهم، الحجر الروينه والغبره والعجاج، جاو الجدارميه شدوا كل شيء اللي كانت تما تشد، هادا ولادو كاملين تشدوا، هادو تا هما تشدوا، تشدوا العيالات، كل شيء داوهم. بداو التحقيقات، عندهم جوج الضحايا، جوج الجوجات، عندهم الاخ الاكبر ناس اللي قلنا عفوا جات فيه الحجره وطاح توفى، وعندهم الجثه الثانيه ديال ولد خوه اللي تا هو تضرب بمنجل، جوج ضحايا اللي مشاو ضحيه شنو نسميه، الجهل ولا سوء وعي ولا ما عرفتش شنو نسميه، علاش هادشي كامل على متر ولا متر ونص ديال الارض. شوف الناس مع الاسف كيف قلنا في العروبيات، مع الاسف بعض الناس ما تيقدروش انه هذيك راه كتبقى غير ارض، وراه في الاخر فاش غتمشي تموت ولا غتوفى راه ما غديهاش معاك، راه غتمشي طويل بالاعمال ديالك اللي درتي في الحياه ديالك، اما ديك الارض راه غتخليها للناس اخرين. ومن لا تيقول لك الواحد يموت على ولادو ولا على بلادو، البلاد عندهم تيقصدوا بها هما بالمفهوم ديالها على الارض اللي عايشين فيها،
فكيرتكبوا جرائم احيانا بحال هذه فقط على قبل داك الحد، على قبل مترو ديال الارض. مترو شحال ساوي هذا المترو ديال الارض؟ لا تيقول لك ما يديش ليا انا رزقي، ما يديش ليا الحد ديالي. فهم الان شوفوا جوج الجرائم ترتكبوا، جوج الجرائم قتل، عندنا جوج ضحايا، وشحال من واحد تشد، كاين اللي تحكم ب 20 عام، كاين اللي ب 15 عام، كاين اللي ب 12 عام، كاين اللي ب 8 سنين، اقلهم تحكموا بعامين، كاين اللي تحكم ب 6 شهور بعد الجيران اللي كانوا تحكموا ب 6 شهور لانهم حتى هما كانوا ساهموا في ديك المعركه اللي وقعت. كاين اللي من بعد هذه المده خرج، ولكن واخا خرج بقات هذيك العداوه بين دوك جوج العائلات اللي هما في الاصل عائله واحده وتفرقات. حتى دوك اللي خرجوا بقاو ديما مصادعين مع دوك الاخرين اللي خرجوا من العائله الاخرى، ديما مضاربين على ابسط من هي حاجه، وهذا الشيء غيبقى دائما، غادي وكيكبر وغادي وكيولد، لانه ملي ما كتحدش الامور في الاول كتبقى دائما القضيه وكتكبر. وهذا الشيء مع الاسف راه تيوقع بزاف في العروبيات وفي المجال القروي، كيف قلت هذه الجرائم اللي تتكون بسبب الحدود بين الاراضي. مع الاسف الناس مازال رغم انه وصلنا لواحد المستوى اللي ولات فيه المعلومه متوفره ولاو في وسائل التوعيه وهذا، ولكن دائما تتلقى بحال هذه الامور. حتى العيالات مثلا كتلقى عيالاتهم هاد الناس اللي مفترض انهم هما اللي يديروا عقل رجالاتهم، فكتلقاهم هما اللي كيوسوسوا ليهم وكيزيدوهم لهاد التهلكه كيف كنقولوا. كانت هذه هي القصه ديال اليوم، القصه اللي قلنا سالات بجوج ديال الضحايا وسالات مجموعه من الاشخاص في السجن. مع الاسف هذا نموذج من بين العشرات ديال الجرائم اللي كتوقع في العالم القروي عندنا. الى حلقه اخرى وحكايه اخرى، هذا ياسين الضامري، اتمنى لكم اطيب المنى والسلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.